أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ السائلة: إذا استيقظت ولم أجد الماء هل أتيمم، علما بأن الماء قد يكون موجود ولكن في فناء المنزل ويصعب علي جلبه في تلك الساعات من الليل، ماذا أفعل في تلك اللحظات؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. إذا وجد الماء والإنسان يقدر على استعماله ليس فيه مرض ولا والماء تهير يكفي لحاجته ويكفي لوضوئه، فإنه لا يجوز التيمم. أن الله جل وعلا لما أمر بالوضوء على الاغتسال قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لهذا الشرط فلم تجدوا ماء، فالتيمم إنما يشرع لسببين: السبب الأول أنه لا يجد الماء، والسبب الثاني أنه وجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله للمرض، فهذا يتيمم. أما ما دام الماء موجودا وهو قادر على استعماله غاية ما يكون إنه يحتاج إلى إحضار أو يحتاج إلى أن يذهب إليه في ناحية البيت أو قريبا منه، فإنه لا يجزيه التيمم.